مباشر اليوم اول درس بالمنهاج. طبعا رح ناخذ الوحده الرابعه اللي هي الكيمياء العضويه. طبعا بنات الوحده الرابعه فيها اربع دروس. الدرس الاول رح يكون المحاليل المائيه، يعني نحن رح نتعرف على انواع المحاليل وبدنا ناخذ قوانين التراكيز. طبعا رح نشرح ايش يعني تركيز، ما انواع التركيز، ورح نحل مثالين بسيطين كثير. وبالنسبه لاسئله الدرس رح اعطيكم اياهم وظيفه. بنات اول شيء المحاليل المائيه اخذ اربع ابواب. طبعا احنا بعلم الكيمياء بنسميه البيشر، عباره عن وعاء زجاجي بهالشكل. طبعا في له من هون هيك دندوله مشان يكتوا فيها بشكل امن. هلا بنات حطوا بالاوعيه الاربعه ماء، حطوا مي لهون لهون لهون. هون يا بنات حطوا ملح كلوريد الصوديوم، هون حطوا برمنجانات البوتاسيوم. طبعا هاد صيغته NaCl. هاد بنات ما بلزمكن ابدا بس رح اعطيكن اياه للثقافة العامة KMnO4. طبعا هاد المركب ما بتشوفيه ابدا الا اذا دخلتي حصرا فرع فيه كيمياء للجامعة. يعني هون يا بنات حطوا زيت، وهون حطوا كربونات الكالسيوم اللي هي CaCO3. طبعا بنات بالنسبة لكربونات الكالسيوم، شي تعرفي ايش هي كربونات الكالسيوم؟ هي عبارة عن الطباشير، طبشورة اللي كنا نكتب فيها على اللوح. هلا بنات برأيك اذا حطينا ملح الطعام اللي هو ملح كلوريد الصوديوم بيدوب بالمي ولا ما بيدوب؟ بيدوب. معناها يا صبايا منقول عن هذا المحلول انه هو محلول متجانس. شو هو؟ محلول متجانس. طيب استاذ ايش يعني محلول متجانس؟ يعني انا بالنسبة لي المادة اللي حطيتها بدي ادوبها، وبنفس الوقت المادة المذيبة اللي بسميها المحل اللي هو الماء، فصاروا من طور واحد، يعني تجانسوا مع بعض. هاد برمنجانات البوتاسيوم مثله مثل الملح بنات، مجرد ما تحطيه بالمي كمان ايش بيصير له؟ كمان بيدوب. اما الزيت الا ما يكون وحده فيكم بالبيت مجربه تحط زيت ومي، بنات بينمزجوا شيء مع بعض، لكن الزيت بيطلع لفوق صحيح؟ معناها بنات نقول عن الزيت في الماء انه محلول غير متجانس. ايش اسمه؟ غير متجانس. طيب كربونات الكالسيوم اللي هي الطبشوره يا صبايا بتحطيها في المي، بتحركيها، بتفكريها انه دابت، مجرد ما تعفيها دقيقه بتلاقيها كلها نزلت لتحت. يعني بشبه لك اياها كاني بالبيت عندك ميه الحصرم. شلون ميه الحصرم بنات؟ بتلاقي تحت في عندك راسب، نفس المبدا تماما بتترسب بنات، واضح؟ فصار في عندي نوعين للمحاليل. كم نوع؟ نوعين. ايش هن انواع المحاليل؟ المحاليل اول شيء يا بنات بدنا ناخذ المحلول مما يتكون. قال يتكون يا صبايا المحلول من مذيب يسمى المحل ومادة مذابة المنحل. أول شيء يا بنات إذا قال لك مما يتكون المحلول، يتكون من شيئين، المذيب والمذاب. من ايش؟ مذيب ومذاب. استاذ ايش يعني المذيب؟ هو الذي يقوم بالإذابة. يعني مين؟ يعني المي. طبعا بنات احنا ما بنحل دوما بالمي، بعلم الكيمياء بنحل بمي، بنحل بالاسيتون، يعني هي مادة كيميائية انت بتعرفيها، في عنا مواد كيميائية كتير بنحل فيها. معناها يا بنات اول شيء يتكون من مذيب يعني محل، ومادة مذابة هي اللي عم تدوب. فأنا بالنسبة لي بحط ملح طعام، بحط ملح ليمون، بحط المادة الكيميائية اللي بدي إياها. اثنين يا صبايا قال الإذابة عبارة عن تحول فيزيائي. شنو هو؟ يعني إذا سألني إذابة الملح في الماء هل هو تحول فيزيائي أم كيميائي؟ هو عبارة عن تحول فيزيائي. هلا يا بنات إذا جينا لنقول أنواع المحاليل، إيش اتفقنا الأنواع؟ واحد محاليل
متجانسة. أجاني سؤال في الامتحان النهائي، عدد أنواع المحاليل مع ذكر مثال مع الشرح. بقول له النوع الأول محاليل متجانسة تكون من طور واحد. من كم طور؟ طور واحد. مثال صبايا، أكيد رح يعطيكي مثال واحد في الامتحان، ما بجيب لك تبي مثالي، المستحيل. بدي أنا محلول متجانس، باخذ الأسهل. الطالب الذكي اللي بياخذ الأسهل ما بنقي الأصعب. يعني ما تروح طالب بكرة أستاذ أنا فهيمة بدي أحط لك برمنجانات البوتاسيوم ما تعرف تكتب مثل العادة. خلص بروح بقول له ملح، كلوريد، الصوديوم في الماء، وباخذ علامتي أو بقول له برمنجانات البوتاسيوم في الماء. على فكرة بنات، حتى السبيرتو الكحول إذا حطيتي الكحول في الماء كمان عبارة عن محلول متجانس. يعني هلا أنت إذا اشتريتي كحول وحطيتيه مع المي بينمزج ولا لا؟ طالما بينمزج معناتها محلول متجانس. فأنت تحطي بمخيلتك أي مادة بتنمزج مع المي بسميها محلول متجانس. طب وإذا فصلت، إذا صار في راسب بسميه محلول غير متجانس. معناتها إيش النوع الثاني بنات؟ محاليل غير متجانسة. بحفظ مثال واحد بس، اين هو؟ الزيت في الماء. والمثال الثاني بقراه. طب استاذ ليش انا باكل هم يجيب لك اختر الاجابه الصحيحه؟ واذا يجيب اختر الاجابه الصحيحه في احتمال يقول لك ان محلول كربونات الكالسيوم في الماء هو محلول متجانس ام غير متجانس. فانت لازم تعرفي انه هو محلول غير متجانس. واضح يا صبايا؟ لهون في عندنا اي سؤال؟ برجع بعيد. ما صير جيكي يا لوجين بنتي، انت بالنسبه لك طالب التاسع بالضبط هذا الدرس نزلوا لكم اياه من صف الحادي عشر، يعني هذا جديد. فيجيب لك مثال خارجي ما بيصير. او بدي اجيب لك يا لوجين شيء واضح وضوح الشمس، يعني شغله عينك وانت عينك انه تنحل، تمام؟ وصدقيني ما بجيبوا الاسيتون لان الشباب ما بيعرفوا يعني اسيتون. انت بتعرفي الاسيتون، واضح؟ فانت بتعرفي انه الاسيتون بينحل في المي. جربي اليوم حطي اسيتون ومي بينمزجوا. الشاب المسكين ما بيعرف شو هذا الاسيتون. فبروح السؤال على الشباب؟ اكيد لا. بنات لهون في اي سؤال؟ بنعيد بشكل سريع. المحلول هو عباره عن امرين، ماده مذيبه تسمى المحل وماده مذابه يسمى المنحل، وبالتالي التحول هو تحول فيزيائي. ونقول عن المحاليل نوعين، محاليل متجانسه تكون من طور، أما الغير متجانسة تكون من طورين، أي في فصل ما بين الزيت والماء، أو بقول كربونات الكالسيوم مع الماء. واضح بنات؟ لهون في عندي أي سؤال؟